بسم الله الرحمن الرحيم قدوم جعفر جعفر مدينة حوار لما كان صلى الله عليه وسلم في خيبر بيمر خيبر عوض قدم أبو هريرة أبو هريرة حوير مدينة حقية مسلما بصل رضي الله عنه وفيها كذلك قدم ال... اشتى مدينة حقية جعفر بن أبي طالب أبو طالب كان جعفر ابن عمه بيمر دي دي وشي كانت ولش ولا جعفر ومن بقي معه في الحبش اشتا تنسخل بولش ولا حبش بتشان قحا قبول دحره بشا دحرا بولش بول يشاء حقية مدينة فوافو فوافو رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في خيبرة اشت بيمر دع قيتل خيبرة وقدم معهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه رضي الله عنهم اشتا